بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لماذا كان الجهاد؟ هل من الضروري للحق أن يحمله قوم فيسفكوا ويبذلوا أموالهم وأرواحهم ودماءهم في سبيله؟ أليس الحق قويا بما يكفي لأن يصل إلى الناس دون قتال؟ أليس الحق مقنعا في ذاته حتى إذا وصل للناس اهتدوا إليه دون أن يحمل عليهم سلاح؟ وهل تستطيع الفكرة القوية إذا خلت من القوة أن تصل إلى الناس؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. ماذا سيحدث لو أن الناس يهتدون بمجرد معرفة الحق؟ لو أنهم يهتدون بمجرد معرفة الحق لما كانت ستحدث مشكلة بين الناس. أي مشكلة بين طرفين كانت تستدعي أن يجلس الطرفان مع بعضهما، فما إن يتبين وجه الحق حتى ينسحب من لم يكن على الحق لصاحب الحق. لو أنهم يهتدون بمجرد معرفة الحق لما كان هناك حاجة أن تظهر مصطلحات الأسرة أو القبيلة أو العشيرة، فكل هذه مصطلحات الحماية والنصرة، مصطلحات الاعتزاز بالقبيلة. ثم لم يكن ليظهر فيما بعد لا دولة ولا حلف ولا نظام عالمي. لو أن الناس يهتدون بمجرد معرفة الحق ما احتاج الأنبياء أن يحملوا السيف وأن يجاهدوا في سبيل الله، فالأنبياء هم أكمل البشر وأعقل البشر وأزكى البشر، ومعهم الحق الخالص من السماء. لكنهم حين كانوا مستضعفين قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فاحتاج الأنبياء في نصرة فكرتهم وهي الحق الخالص أن يجاهدوا في سبيلها وأن يحملوا السيف. الإنسان هو مسرح الشيطان، قال الله تبارك وتعالى نقلا عن إبليس قال لله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمفاجأة أن الشيطان يستطيع بالفعل إضلال أكثر الناس. قال الشيطان: قال إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلصون أولئك الذين إذا عرفوا الحق اتبعوه دون أن يكون عليهم ضغط ودون أن يحملهم على هذا إلزام، هم قلة. والأصل كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالواقع أن الناس لا يهتدون للحق بمجرد معرفتهم إياه. هذا أمر يعرفه الإنسان من نفسه. كثيرون يرتكبون الذنب أو يرتكبون الجريمة وهم يعرفون أنها ذنب ويعرفون أنها جريمة. فإذا كان هذا في شأن الفرد فكيف يكون الحال في شأن الدولة؟ السلطان والحكم هو أقوى غرائز البشر، من أجله يقتل الرجل أباه وأخاه وابنه. ولذلك قالت العرب: الملك عقيم، وقالوا: لا يجتمع سيفان في غمد، وقالوا: الملك لا يقبل الشركة. الطاغية ليس أسهل عليه من أن يأمر بقتل آلاف البشر، بقتل مئات آلاف البشر من أجل أن يستبد بالناس وبالحكم وبأن يستقر له عرشه. لذلك هذه النيات الفاسدة، هذه الأهواء الفاسدة، هذه الأغراض الفاسدة لا تحل دائما بمجرد تعريفهم بالحق، بل كان لابد للحق من قوة تحميه وتنصره، وإلا تغلبوهم على الحق وألزموه فسادهم واستبدادهم. الواقع الذي يحصل أن الإنسان قد يرتكب الذنب ويحيد عن الحق لغلبة الشهوة، كما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قد يحيد عن الحق لأن الحق يخالف مصلحته ومنفعته، كما قال الله تبارك وتعالى ينقل عن أهل مكة وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أي أنهم يعترفون أنه الهدى ولكنهم لا يلتزمون به ويحيدون عنه لأنه يضاد مصالحهم،
حتى أن الله رد عليهم بما يثبت لهم مصالحهم فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي أن اتباعهم الحق لن يؤثر على أوضاعهم الاقتصادية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأحيانا قد يرفض الناس الحق لمجرد الكبر، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم معه الحق ولكنهم يجحدون بهذا الحق. وأحيانا يتكبرون فيقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا يعجبهم من يحمل الحق وإنما يريدون أن يكون في السادة، ولذلك يطلبون أحيانا أن يطرد النبي من حوله من التزموا معه، فيقول الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أسباب كثيرة قد تدفع الناس إلى أن لا يلتزموا بالحق، فما دام الحق ضعيفا فإن الغلبة ستكون للباطل. قال الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من الناس من لا يؤمن إلا بالقوة، لا يفهم أن يكون هذا هو الحق إلا إن كانت معه قوة. ولذلك مهما بذل الأنبياء من الجهود كان يخرج في أقوامهم من يقول لهم ائتنا بما تعدنا. فقوم سيدنا نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هؤلاء لم يفهموا أن تكون المجادلة في سبيل الإقناع بالحق، فهو إن كان لديه القوة التي ينزل بها العذاب عليهم آمنوا به أو اتبعوه أو صدقوا أن ما يقوله صحيح، أما حيث لم تكن لديه هذه القوة فسيظل مستضعفا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ولذلك يخرج عند الأنبياء أمامهم من يقول كما روى الله تبارك وتعالى وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ونحو هذه الأمور. ولعل قصة بني إسرائيل هي القصة التي أفردها الله تبارك وتعالى وكررها في كتابه لما فيها من عظيم المعاني. فمن هذه المعاني معنى أنهم يعرفون الحق ويؤمنون به بالقوة. انظر إلى بني إسرائيل، كانوا مضطهدين تحت فرعون يستذلهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك لا يطيقون أن يعلنوا عليه ثورة ولا أن يواجهوه. فلما جاء موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ومع هذا ما إن عبروا البحر بمعجزة كونية كبيرة تحول البحر إلى ماء عبروا عليه، ورأوا بأعينهم فرعون يغرق في هذا الماء الذي كان منذ قليل يابسا. فما إن عبروا حتى وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ثم قالوا فيما بعد لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهم لم يكونوا
يخضعون للحق إلا إن كانت للحق قوة. ولذلك كان موسى رحمه يعني عليه السلام ورحمه الله كان نبيا قويا، ولذلك كانت بنو إسرائيل تهابه ولم يستطيعوا أن يعبدوا العجل إلا حينما غاب عنهم. فلما عاتب موسى هارون عليه السلام قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ولم يلتزموا بالحق إلا حينما رفع الله عليهم جبل الطور كأنه ظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم، ولم يبلغوا أقصى ملكهم إلا حينما كانت أنبياؤهم ملوكهم، وذلك في عهد سليمان ومن قبله داود عليهما السلام. فحيث كان القوة والملك كانت بنو إسرائيل تسمع وتطيع، وإلا فقد كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لكل هذا أيها الإخوة الأحباب، احتاج الحق إلى أن يكون قويا وإلى أن يحمل السلاح ويجاهد، وإلا صار مستضعفا. والمسلمون لم ينتقلوا من الاستضعاف والذل والعذاب في مكة إلى أن يكونوا أصحاب دولة إلا بالجهاد، ثم لم يكونوا أصحاب دولة لم ينتقلوا من أصحاب دولة إلى أصحاب حضارة وإمبراطورية عظمى إلا أيضا بالجهاد والسلاح. فالحق محتاج إلى القوة، والحق بلا قوة ضعيف مهيض الجناح. ولعلكم الآن ترون في كل أنحاء العالم من كان لديه حق ولم يكن لديه قوة، فلا مكان في هذا العالم للضعفاء. قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لقد تقرر الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة، تقرر الجهاد لنقل المؤمنين من حال الاستضعاف والاستعباد إلى حال القوة والتمكن. فالحق بنفسه ضعيف محتاج إلى القوة، وبه بالجهاد انتقل المسلمون من الاستضعاف والاستعباد في مكة إلى السيادة والقوة في المدينة. ثم تقرر الجهاد لإنقاذ البشر، إنقاذ المستعبدين والمستضعفين. ولذلك فالجهاد هو عدو الظلم والطغيان، فلا تجد طاغية ولا ظالما إلا وهو يحارب مبدأ الجهاد، كما فعل الاحتلال حين نزل بلادنا، بل لقد وصلوا إلى أن يصنعوا مذاهب واتجاهات إسلامية لكي تنبذ الجهاد. حاولوا أن يعلموا الإسلام بحيث ينزعون منه هذا المعنى، معنى الجهاد، فتستقر لهم البلاد. المحتل والطاغية والظالم يعرف أكثر من صاحب الحق نفسه خطورة الجهاد في سبيل الله، ويعرف أنه لا يقر له قرار فوق رأس الناس إلا إن نزع منهم المقاومة ونزع من أفكارهم وقلوبهم وعقولهم إرادة الجهاد في سبيل الله. وهذه الأمة أمة الإسلام بجهادها الماضي إلى يوم القيامة لا تزال تمثل البديل الحضاري والأمل في نصرة المستضعفين والمستعبدين في كافة بقاع الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.